يعني في البدايه كده هفضل انا اشكر شريهان رئيس التحرير وكل اللي معاها في التحرير بتاع البرنامج كتير جدا، لان بيخلوني اشوف اصحابي الحقيقه انا مش فاهمش خالص، وظروف الحياه كده بتبعدنا عن بعض، بس ضيفتي اللي معايا دلوقتي قطه كتكوته، يعني عينيها كده فعلا عينين غزال كده، يعني ما شاء الله ما شاء الله، حضور وطاقه حلوه قوي قوي، ممثله رقيقه جدا جدا، امرايا. اما بقى بالنسبه للرشاقه فحدث ولا حرج، ما شاء الله، هنسالها في كل حاجه. متشرفه بيها وبشكرها جدا جدا على انها قبلت دعوه البرنامج انها تشرفنا، وخاصه انا عارفه ان هي مشغوله جدا جدا وعندها مسرح، بس يعني انا فرحانه ان انا شفتها معايا الجميله الفراشه الرقيقه علا رامي. يا علا حبيبتي ايه القمر ده؟ يا حبيبتي يا نشوى، يا حبيبتي يعني كتر خيرك على التقديمه الجميله دي. كتر خيرك انت. لا احنا فعلا ما شفناش بعض من زمان، من زمان يمكن من اكتر من 5 6 سنين. ما تقوليش لا، قلت 5 6 سنين بس. اكتر اكتر من كده ما ينفعش. دايما جميله ودايما متالقه وما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله. انت من الوشوش اللي يحب يعني الانسان يحب يبص لها، يعني في وشوش كده ما شاء الله ما شاء الله ربنا كده حاطط فيها يعني ابداع زياده حبتين عن البشر، وشك من وانت صغيره. واول ما شفتك قلت لك، عارفه انا اول ما بشوفك بتيجي في دماغي ايه؟ ايه بقى؟ بتيجي في دماغي في فيلم السمان والخريف. كان شعري قصير كده. ايوه بالظبط، وانا ما شفتك بالظبط كان عندك 3 سنين 4 سنين. اربعه كان عندي 4 سنين. اللي شاف فيلم السمان والخريف، علا كانت بنت الاستاذه ناديه لطفي والاستاذ محمود مرسي. فيعني انت بالبدايه داخله جامد دخلة مع العباقره. طبعا انت مش فاكره يا علا اي حاجه. كنت لسه هرد اقول لك، طبعا انا مش فاكره حاجه خالص عن الفيلم. لان كان عندي 4 سنين، مش ممكن يعني. ماما الله يرحمها هي اللي كانت بتقول لي لما كبرت ده انت كنتي كذا وعملنا كذا، والست ناديه لطفي كانت شايفاكي بردانه، لان احنا كنا بنصور في اسكندريه في شهر ديسمبر، والمفروض ان احنا في الصيف ونازلين الميه ولابسين مايو وكت وصيف. فالست ناديه لطفي الله يرحمها جميله، كان في زمان حاجه اسمها كينا، مشروب اسمه كينا ده بيدي طاقه وحيويه ده كان بيجيبه في التلفزيون. بس ده حاجه اتقرضت. لا خلاص ده اتمنع. ما بقاش البطل الحديديه. ايوه بتدي صحه وحيويه مش عارفه ايه، مظبوط، بنفس ويخليكم تاكلوا بنفس حلوه وشهيه. بالظبط ده كان بدايه التلفزيون. انا فاهمه حاجه قديمه. انا قديمه يعني. احنا يعني تقريبا دفعه واحده. بس انت كنت في معهد باليه من وانت طفله طبعا. من 9 سنين. من وانت 9 سنين. انت وسحر. طبعا كل الناس عارفه ان انت اختي الجميله كمان، الجميله جميله قوي 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 سحر، يعني انا بحبها موت. وانتوا الاثنين، بس سحر الاكبر اعتقد. سحر اكبر بسنه. طب كلميني برضو عن فكره، انت بابا وماما كانوا يعني متفتحين لدرجه ان هم يلا ندخلهم معهد الباليه يعني. فعلا، لان بابا بالاكثريه مامته تركيه كانت. الله يرحمه. قلتي لي بقى الجمال بقى فعلشان كده عندهم ثقافه مختلفه عن العادي في وقتنا يعني في الوقت زمان، فكان مطلع اوروبا اكتر وكده، ف بيحب الفنون عامه. بابا بيرسم، كان عنده خط عربي حلو جدا كان بيكتب بيه. فهو كان الاساس. اول ما سمع ان المعهد الباليه اتفتح كان طبعا بيروح بقى يتفرج في الاوبرا قبل ما تتحرق القديمه يعني. فاول ما سمع ان بيعملوا معهد باليه في مصر، طب شروطه ايه ومين وبتاع، وراح مقدم الله. لنا. انت ما عندكيش اخوات تاني غير انت وسحر؟ عندي اخ اكبر من سحر واخت اصغر مني. يا حبيبتي ربنا يخليكم لبعض. يا رب. انا من الحاجات برضو الحياه اللي مستغرباها، جميله ممثله شاطره جدا جدا، طبعا راقصه باليه على اعلى طراز،
ازاي ما تعمليش فوازير رمضان في مصر وانت عملتيها في الخارج، عملتي فوازير في الخليج في دبي، لدبي دبي. طب احنا ازاي ما نستغلكيش؟ والحقيقه كمان اللي متغزله اكتر، لو في عقل بقى كده بتاع استثمار في البني ادمين، ازاي انت وسحر انتوا الاثنين ما تعملوش عمل استعراضي ضخم؟ حاجه تتكتب لنا صح. ما انا بقول، ما بس أنا بقول. كان معلش لا وما زال لا اسم الله لا يعني استعراض يعني بمسك الخشب لا اهو هسالك السؤال اللي جاي بس بعد ما تجاوبي على السؤال ده. ما تعرضش عليكم خالص ان انتوا الاثنين تعملوا عمل فني استعراضي فوازير مسرح؟ لا ما تعرضش، احنا اللي كنا بنحاول بنسعى، والكلام ده كان من سنين طويله. وقت ما كان الست سعاد حسني لسه كانت عايشه، والاستاذ احمد زكي لسه كان عايش، يشهد على ذلك المخرج الجميل علي بدرخان، كان الجروب ده كله وانا وسحر، وهنعمل فيلم اخناتون. يا الله. فكنا هنطلع انا وسحر الاختين التوأم اللي ولاد نيفرتيتي واخناتون، وكانت سعاد حسني هتعمل الملكه تي ام اخناتون ونيفرتيتي. واحنا هنعمل احفادها بقى يعني. ازاي ما يتعملش؟ التكلفه كانت طبعا وقتها رهيبه 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 جدا. عصر فرعوني بقى ومعابد بس احنا عندنا الحقيقه يعني انت عندك ديكوراتك موجوده وجاهزه، يعني عندك اهم يعني ايه اهم انجاز تاريخي هنا في العالم موجود عندك من خلال الفراعنه يعني. بالظبط كده. بس يعني ده كان مشروع وكنا المفروض بنحضر له هنعمل وبعدين على احباط بقى، احباط للجهه المنتجه، لقت التكلفه مش هيقدروا مش عارف 100 مليون وحاجات كده. كان زمان يعني من فتره كمان. ازاي تتكلم في حاجه من 20 سنه مثلا؟ تقريبا توفى اكيد الاستاذه سعاد حسني الله يرحمها. طبعا فطبعا كان طب انت اللي جيتي بقى طب يبتدوا وبعدين مش عارف ما قدروش ما ينفعش. فده كان المشروع اللي كان المفروض بنحضر وهنبقى سوا يا فيه. يا رب يعوضنا بحاجه يا رب يا كريم ونشوفك في حاجه بالنسبه للعمل استعراضي. ورشاقتك كمان يا علا، انت ما شاء الله تبارك الرحمن، انت محافظه على رشاقتك يعني من لما شفتك كما كنا صغيرين في المعهد لحد النهارده، مفيش بقى كالبظايا، مفيش ترهل، مفيش ما شاء الله. يعني الفتره اللي قعدنا فيها في البيت لا تخنت جدا، وبعدين رحت فتره كورونا طبعا. لا حبيبتي قوي، بس انا مش شايفه اي ترهل ما شاء الله. لا ما انا بقول لك فتره كورونا، انا من 7-8 شهور بدات احضر للمسرحيه. يتعرض عليا ولا وطب الورق، طب هنعمل، طب هنسوي. طبعا انا بعمل دور يعني لاول مره الشفيقة المصريه. الناس هتفاجئ بشخصيتي في العرض. طب نقول العرض برضو فين عشان الناس تيجي؟ لان ده انتاج وزاره الثقافه، والحقيقه انا بحب اعمل دعايه لكل اهي صور. الله هلا ايوه الله هلا هلا في وزاره الثقافه في مسرح ايه علا؟ في مسرح البالون. تمام. اللي في العجوزه. الاجازه يوم ايه؟ يوم الثلاث. والعرض بنعرض من 8:30. من 8:30 يعني من 8 الناس تكون موجوده. يا ريت. ويا جماعه وزاره الثقافه بتدعم لو هتقدروا تشوفوا انا شكلي ايه؟ قمر. لا مش الصوره اللي فيها الذهبي فظيعه. ايوه استعراضات وكلام بقى. استعراضات كبير. استعراضات دعاء سلام البريمادونا بتاعت فرقه رضا، وهي ده في التحيه. ايوه لان انا اللي بقدم الناس كلها في التحيه. طبعا انت نجمه. الله يخليك يا حبيبتي. فدي صوره من التحيه وانا بقدم دعاء سلام، هي اللي عامله الاستعراض. طب هو عمل استعراضي اخيرا اهو بقى. هي اللي عامله الاستعراضات في المسرحيه، وهي بتعمل دور شفيقه. لا هنيجي نتفرج لازم كلنا والناس كلها. ادينا قلنا مسرح البالون من 8:30 ما عدا يوم الثلاث ويوم الاجازه، وده دعم من وزاره الثقافه المصريه طبعًا للجمهور. يعني روحوا خدوا ولادكم واتفرجوا باسعار بسيطه جدا جدا، واستفيدوا بالدعم في الفن يعني. أيوة. رقوا كده ذوق وروح ولادكم. والمسرحيه عوده للمسرحيات بتاعه زمان. الله. اللي هي هتلاقي فيها استعراض
وغنى وكوميدي وطبعا تراجيدي ما اقولكيش هتلاقي كتير كمان وقصه وعوده للمسرح الاستعراضي الجميل بتاع زمان. والله فرحتيني يا علا فرحتيني. طب انا هسال سؤال ممكن تتضايقي لو سالته. عمليات التجميل ايه مكانها في حياتك؟ لان انا اسم الله مش بس الجسم لا الوش هو هو يعني الحمد لله الله اكبر مفيش تغيير. فهل في تجميل ولا مفيش؟ لا وواضح لو انتوا قربتوا كده اكتر هتلاقوا الحمد لله الكشاكيش. انا يا جماعه مقربه الحمد لله موجوده. لا والله مفيش خالص. انا ضدها جدا. ضد التجميل؟ يعني عمليات التجميل انما مش ضد التجميل. التجميل يعني بتعملي مكياج بتحاولي تداري الخطوط اللي بتطلع ال11 دي موجوده عندي. بيقنعوني دلوقتي ان انا احاول بس اخف فيلر والحاجات دي الحاجات اللي هي هتبقى نقطه كده خفيفه بس انت مش محتاجه يعني مش بجاملك انا قاعده قدامك اهو وشايفاكي يمكن الكاميرا بقى لابسه انا شايفاكي ما شاء الله عليكي الحمد لله وانا شكيت ان في عمليات تجميل فانت قلتي لا انا ما بعملش والله تجميل ابدا. والله ابدا انا ضدها وماشيه ورا مسيره الله يرحمها رجاء الجداوي. كانت تقول دي عوامل الزمن اللي ربنا حطها عندي انا اخفيها واداريها واعمل واشد. لا انا لازم ابينها علشان الزمن بيمر علينا وكانت كلنا. وكانت الله يرحمها جميله لاخر ثانيه قوي يعني قوي روحها كانت حلوه قوي قوي كان باين عن ليها. مش هينفع اللقاء ينتهي من غير ما تكلميني عن تجربتك مع ملك ملوك التمثيل في العالم العربي عادل امام. حنفي الأبهة طبعا. كلميني عن اللقاء كان ازاي وده كان في اوج هو مازال نجم طول عمره نجم من 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 اول ما ابتدى لحد دلوقتي والبعد دلوقتي. لكن ما تخضتيش انك استاذ عادل امام اختارك عشان تبقي البطله قدامه؟ لا انا اتخضيت طبعا وكنت يعني اللي هو عامله كده اللي هو مرعوبه مش مرعوبه اللي هو خايفه. دخلت المكياج اول يوم تصوير بعمل مكياج لقيته جايلي يا حبيبي حط ايده على كتفي قال لي انت بقى الباليرينا؟ الله. قلت له قال لي طيب على فكره احنا هنا لازم ناخد على بعض بقى في الحوار تعالي بقى نتكلم وندردش احكي لي بقى الباليه ده. عايز هو حاسس ان انت مخضوضه فعايز يبسط الحكايه عشان تبقى المساله كانكم يعني عادي ما بتبقاش فيه رهبه عشان نقدر نمثل صح ويطلع حلو زي ما كل الناس بتحب الفيلم ده قوي يعني طبعا. فهو دوب بقى جدا وكمان العظيم الله يرحمه يحسن اليه الاستاذ فاروق الشاوي طبعا كان كمان هو كان في من نفس الابطال المكان. في الفتره دي حقيقي بطل عظيم فيعني ما شاء الله يعني ما شاء الله وقفتي قدام عادل امام ده يعني الحمد شرف لله. كبير ده انا سعيده ان ده في بدايه خطواتي الفنيه ابقى مع الاستاذ عادل امام في حنفي الأبهة طبعا علامه من علامات خطواتي. طيب ليه مقله ده سؤال شرهان في ودني حالا ليه مقله في اعمالك التلفزيونيه ورايك ايه في الاعمال اللي على المنصات واللي موجوده في الفتره دي وازاي انت ما شاء الله بطاقتك وبشبابك وبجمالك ازاي مش موجوده بالشكل اللي يليق بقيمتك الفنيه؟ الحمد لله. بصي انا مش موجوده على الساحه الفنيه لان كورونا انا قعدت جامد لان كنت بسمع عن حاجات كتير وده طبعا الزملاء الفنانين اللي راحوا يعني فيها يعني اكتر من حد توفى فخفت ما بقتش اخرج عشان خايفه على اهل البيت برضو ما اروحش اخرج انا واجي اعديهم فبقيت قاعده قعدت سنتين اي حاجه تجيلي لا لا ما بشتغلش لا لا فلغايه لما الحمد لله بدات يعني نزلت عملت حاجه لمنصه من المنصات حلو. كان اسمه مسلسل اسمه كان وادي الجن حلو قوي. بعديها عملت مؤخرا كان لسه بيتعرض ولسه خالص من اسبوعين ثلاثه كده كان مسلسل اسمه العيله دي جميل جدا جدا. كان في الفاني كده مسلسل بيتوتي وكل الناس كده قاعده بتتابعه ولذيذ يعني بس وبدات بقى اعمل المسرح والحمد لله. المسرح اكيد ده بياخد وقت انت بتقولي لي بقى لي 8 اشهر بعمل بروفات عشان احضر نفسي للعمل ده بالظبط وده العمل الحقيقي المسرح عمل شاق جدا مش بس في اثناء العرض لا ده في
بروفات مضنية يعني بالشهور. ده حقيقي، لان اولا المسرحيه اللي بنعملها مش سهله، لا لا لا. استعراضيه غنائيه وتعتبر تاريخيه نسبيا يعني من 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 عصر، هي طبعا 1920 يعني تقريبا يعني اللي هو المرحله ايام الثوره، بس ثوره 19 لا انا حاسه ان شاء الله يعني ان شاء الله هتنشطي، مفيش بقى كورونا ومفيش حاجه، واتمنى اشوفك كمان الحقيقه مع عمر ان شاء الله. انا الحقيقه اشتغلت مع عمر كذا حاجه، يعني كان فيلم كاريوكي. أيوة. وفيلم ان شاء الله خلاص عرفت ان هو نازل في محطه تلفزيونيه حلو جدا. او محطه فضائيه اسمه ويزو سكول. كنت انا ويزو سكول ده انا طالعه نظره المدرسه، بما انها سكول يعني فانا سكول انا نظره المدرسه. فده اشتغلت عمر كمان. انت ما عندكيش غير عمر بس، الحمد لله ربنا يحفظه لك حبيبتي ويبارك لك فيه يا رب. طب الوحيد بيبقى شويه مامته مش عايزه تسيبه، طب انت جوزتيه بدري قوي 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 يا علا. الحقيقه هو اللي كان عايز باصرار منه. يعني انا كنت عايزاه يرستق نفسه شويه في شغله. لا بس الحب بقى انت عارفه بالظبط، يعني واللي هو هيطيروا من بعض بقى وحاجات كده، ودي هتخطفه وده هيخطفها. ايوه لا فقال لك لا عايزين نلحق. اسم الله اسم الله، ربنا يحفظهم. ربنا يهنيهم يا رب. فهل انت حما بقى وكده، ولا بشكل حديث كل واحد حر في حياته وليك مطلق الحريه في حياته؟ ياسمين الجيلاني زميله وصاحبتنا زميله اصلا زميله جميله، بحبك موت، ربنا يحفظك يا حبيبتي ويحميكي. فاحنا اصحاب. ف انا حاسه ان انت اصلا من سن ياسمين يعني يعني انا صراحه انا من سن عمر حضرتك. ايوه يعني مش ممكن اتوقع خالص ان في فكره الحما او لا خالص خالص بجد لا خالص. يعني حتى ايما بنتهم هتم 6 سنين الشهر الجاي. الله اكبر اسم الله. انت قد ايما بقى؟ انا خلاص. لا انا 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 اكبر من ايما ب4 سنين. عشان يعني حبيبتي ربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم، ودايما متالقه والنور اللي جوه قلبك كده دايما ظاهر على وشك وفي ملامحك. يا رب يا حبيبتي، وربنا يسعدك باعمال حلوه تفرحك، وسلامي لعمر والايما والياسمين والسحر ولاولادها. يا حبيبتي سلامك وصل، ودلوقتي هيوصل لهم اكتر وحوصل شكرا لهم. شكرا يا حبيبتي، شرفتيني وانستيني. مرسي. ومش عايزه الفقره تخلص عشان ما بصدق الاقي اصحابي يعني حقيقي. يا حبيبتي هنقعد مع بعض بعد ان شاء الله. ميرسي يا حبيبتي. حبيبتي شكرا. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم. الفقره الطيبه، وفقره طيبه لان فقرة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبيشرفني في الفقرة دي مولانا الشيخ أحمد دسوقي من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتني يا فندم وأنستني. أهلا وسهلا بحضرتك، لنا الشرف المؤنسة. الله يخلي حضرتك. حضراتكم معودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نقول جميعا في البداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في هذا اللقاء، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير يا رب، وتغلق لنا بها يا رب أبواب الشر والتعسير يا رب. إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا بنأخذ عبر وبنأخذ يعني دروس نعم من أشياء كثير في ديننا. نعم. وهنفضل عند رحلة الإسراء والمعراج. نعم. هذه الرحلة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى يعني راض بها قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وعايزة أتكلم تحديدا وحضرتك تشرح لنا ما معنى الجزاء من جنس العمل في رحلة الإسراء والمعراج. الله، احنا الأول عشان نوضح للسادة المشاهدين إن احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي عن الإسراء. أيوة. ورحلة الإسراء دي كانت فيها درس إن كل محنة بيمر بيها أي إنسان ربنا بيحولها له لمنحة، ولكن بشرط. وكل ألم بيمر بيه أي إنسان ربنا بيحوله له لأمل في الحياة، ولكن بشرط.
عاوزين تعرفوا الشرط ده ارجعوا للحلقه واسمعوها ان شاء الله. خلاص. الدرس بقى الثاني اللي عاوزين ناخده النهارده في رحله المعراج، زي ما حضرتك قلتيها الوقت، كلمه الجزاء من جنس العمل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به من المسجد الاقصى الى السماوات العلى، قبل في السماء الاولى سيدنا ادم عليه السلام، وفي السماء الثانيه سيدنا يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثه سيدنا يوسف عليه السلام، وبعد كده سيدنا ادريس، وبعد كده سيدنا هارون، وبعد كده سيدنا موسى، وبعد كده سيدنا ابراهيم. الشاهد من القصه دي كلها ان سيدنا ابراهيم موجود في السماء السابعه، وخلي بالك ترتيبهم مهم جدا. كنت لسه هسال حضرتك هل ده دلالات قرب؟ طبعا طبعا، سيدنا ابراهيم موجود في السماء السابعه. سيدنا النبي شاف سيدنا ابراهيم عليه السلام ساند ظهره الى البيت المعمور اللي هو كعبه اهل السماء. الله. ودي لها حكمه، عارفه دي رساله من ربنا لكل واحد لنا. وسيدنا النبي حكى لنا الموقف ده اللي هو شافه بعينه. ليه؟ ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا اللي شافه بعينه في السماء السابعه؟ قال لك لكي يكون هذا درس لكل واحد الى ان تقوم الساعه. ان الجزاء من جنس العمل. ازاي الجزاء من جنس العمل؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام تعب في بناء كعبه الارض، فاستراح بجوار كعبه السماء، فكان الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. اخوه يوسف عليهم السلام باعوا سيدنا يوسف وهو طفل صغير بدراهم معدوده، وكانوا فيه من الزاهدين. تمر الايام ويحتاجون الى هذه الدراهم من سيدنا يوسف عليه السلام، ويمدون ايديهم اليه. سبحان الله. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. لذلك من عدل ربنا في الكون انه جعل الجزاء من جنس العمل. فرعون قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا تبصرون؟ انتم مش شايفين الانهار دي كلها بتجري من تحتي؟ فاجرى الله عز وجل الانهار من فوقه. سبحان الله. فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما كان ساند ظهره للبيت المعمور في كعبة السماء، لأنه تعب في بناء كعبة الأرض. كل شاب الوقت بيتفرج علينا، وكل فتاة بتتفرج علينا، لو عققتي أمك وأبوك هتمر الأيام وربنا هيرزقك بالأولاد، وهيعملوا معاكي نفس اللي انت عملتيه مع أبوك وأمك، وكما تدين تدان. والله ده حقيقة، مسلمات، والله حقيقة. وسبحانك يا رب، أي إنسان عاق لأبيه وأمه ربنا بيجعله يتزوج وينجب ويخلف علشان خاطر يدوق نفس من نفس الكاس. والنماذج كتير جدا، واللي بتزرعه النهارده والله هتحصده بكره. وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. في المنصوره منطقه اسمها كيرنس كده، مركز جنب المنصوره، فالفلاحين كده بيبقوا كلهم عارفين بعضهم، وبيبقى في سوق كده خضار بيبقى في يوم في الاسبوع، والناس كلها بتبقى عارفه بعضهم، ويروحوا يشتروا في اليوم ده احتياجات الاسبوع كامل. أيوة. فراجل يعني واحد عنده حاجه و20 سنه، ضرب ابوه معد ال 70، ضربه بالقلم على وجه امام الناس كلها، فابوه وقع على الارض. قطع ايده، قطع ايده بقى. اسفه يعني، اسفه. اول ما وقع على الارض الناس كلها جايين يجروا على الابن عشان خاطر ايه؟ يضربوه. طبعا. فقال لهم ابوه، قال لهم اتركوه سبوه، من 30 سنة ضربت أبي نفس الضربة في هذا المكان، إنما هو دين يقضيه، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. هتزرع خير والله العظيم هتلاقي الخير، هتزرع شر والله العظيم هتلاقي الشر. فإحنا في حياتنا كده ما تزرعش إلا الخير. عود نفسنا يا أستاذة نشوة إنك ما تزرعش، أوعى تزرع إلا الخير، لأنك هتحصده خير. عمرك شفت فلاح زرع ليمون وجي يحصده تفاح؟ لا. هي سنة الحياة كده، سنة الحياة كده، كما تدين تدان. وده من عدل ربنا في الكون، ودي كانت رسالة من ربنا لنا. إن سيدنا النبي شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو بيوصفه بقى، وهو ساند ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة. فربنا اختار سيدنا إبراهيم وجعله في السماء السابعة، لأن البيت المعمور مكانه في السماء السابعة. ولو قدر الله عز وجل أن يسقط البيت المعمور على الأرض لسقط على كعبة الأرض، فهو بمحاذاة كعبة الأرض بالظبط. سبحانك. فإحنا كده نتعود في حياتنا، اللي هتعمله خير هتلاقيه خير بالظبط بالمسطرة. طيب، في فعل خير عظيم جدا، وهو فعل كمان يحبوا سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، خاص بسقيا الماء يعني. نعم. فبعد اذن حضرتك نشوف التقرير. اتفضل. ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا.
عمل الخير هو اللي هيجمعنا يا جماعه، هو ده اللي هنبقى معروفين بيه عند ربنا سبحانه وتعالى. النهارده بكلمك من محطه معالجه وتحليه المياه في البويطي مركز الواحات البحريه في محافظه الجيزه. النهارده الناس فرحانه ومبسوطه. افضل شيء ان انت تسقي انسان، لا سيما اذا كان انسان منتظر الميه دي او بيحلم بيها، او انسان متوقف حياته على ان هو توفر له كوبايه ميه نقيه. وهو ده، مش عايز اقول لكم بقى النجاح، لا، هو ده الفلاح الحقيقي. وفي فرق بين النجاح وبين الفلاح. النجاح بيكون في الدنيا لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بامر دنيوي، لكن الفلاح دايما بيكون مرتبط بامور الدنيا وامور الاخره. إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بعمل زي ده يحقق نجاح لك في الدنيا وتنعم بالفلاح له في الآخرة. عرفتوا يا جماعة إن الموضوع أكبر من وصلة مية؟ عرفتوا يا جماعة إن الموضوع أكبر من إنك تحفر بئر ارتوازي أو بئر لتجميع مياه الأمطار؟ الموضوع أكبر بكتير جدا إنك توفر حياة صحية آمنة. كان صلى الله عليه وسلم يستعذب الماء. يلا من الوقت اللي هيقول عاوزين فعلا نعمل اكتفاء ذاتي، بينما انتوا وصلتوا لاخواننا هنا في البويطي عاوزين نعمل لهم اكتفاء ذاتي علشان ادخل ضمن الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يلا مين فينا نفسه ينال البر؟ يلا اكيد حضرتك منهم. يلا شارك وساهم وحط ايدك في ايد نبض الحياه وعمر الارض هنا في البويطي وخلي لهم هنا حياة صحية آمنة. نتجمع كده يا جماعة، عايزين نتجمع ونكبر كده الصدقة بتاعتنا، عاوزين نعظم الصدقة بتاعتنا، عايزين يبقى لها أثر جميل. أثرك هل في بيت ولا في حوش ولا في شارع ولا في قرية؟ أثرك عند ربنا سبحانه وتعالى بعدد حسناتك. عايز يتكتب اسمك مفيش مشكله، مش عاوز يتكتب اسمك زي المتبرعه اللي النهارده قالت مش عايزه يتكتب اسمه يتعمل لي اربع رخامات في المحطه، اثنين يتعملوا بره واثنين يتعملوا جوه، مفيش ادنى مشكله. طب كتبت عليهم ايه؟ كتبت الا بذكر الله تطمئن القلوب، كتبت على الرخامه الثانيه ما شاء الله لا قوه الا بالله، كتبت على الرخامه الثالثه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كتبت على الرخامه الرابعه لا حول ولا قوه الا بالله. هي مش عايزه تتعرف. الطريق مفتوح يا جماعه، مؤسسه نبض الحياه قدامها محطات كتير، بس اول محطه واول اثر حضرتك. اوعى مولانا. انا هقف عند الرخامه اللي مكتوب عليها الا بذكر الله. نعم. ايهما اقرب الى الله؟ نعم، ذكر الله باللسان الله او بالجوارح ولا ذكر الله بالعمل؟ الله الله، كلام حضرتك جميل جدا. لا يتم الذكر باللسان الا اذا اتبعه العمل. لا يتم الذكر باللسان الا اذا اتبعه العمل، فهي سلسله. يا فرحتي واحد لسانه قاعد شغال وما يتطبقش ده على ارض الواقع. زي ما العلماء عرفوا الايمان بتاعنا، ايمانك بربنا تصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. انت اسلمتي اتحركي. المؤمن مش سكوني، المؤمن حركي مش استاتيك، دايناميك، بيتحرك بيروح وبيجي وبينفع الناس. هو ده الانسان المؤمن بربنا سبحانه وتعالى. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه، انك ما ينفعش تكون انسان سكوني، انك تروح الجامع وتصلي وتصوم وتزكي وتبقى متقوق على نفسك، والرهبانيه عندنا في الاسلام مش موجوده. لا، الاسلام بتاعنا كله بينطبق على الجوارح. لما تلاقي الايد بتشتغل وتحرك في طاعه ربنا، والرجل ديت بتتحرك وتخدم الناس، وتلاقي الانسان اللي لسانه ما بيتكلمش الا بالخير. طب انا عايز اسال سؤال. هو ده الدين بتاعنا. اسفه، ما هو حضرتك يعني بتشغل دماغي. أيهما أقرب إلى الله؟ نعم، المؤمن أم المسلم؟ الله. وأيهما يتبع الآخر؟ يعني اللي الله. بيبتدي الأول الإنسان يؤمن ثم يسلم؟ نعم. ولا يسلم ثم يؤمن؟ تمام. كلنا مكتوب علينا في البطاقة الديانة إيه؟ مسلم. تمام. ولا مكتوب مؤمن؟ لا، مسلم. مسلم. جميل. وهل يبقى قال لك كل مسلم ليس بمؤمن؟ تمام. ولكن كل مؤمن مسلم، لان دي بالتبعيه اصلا. صح. فكل اللي مكتوب عليه بالبطاقه الديانه بتاعته مسلم، بس الحساب هيبقى واحد؟ لا، مختلف. لكن المؤمن حسابه ما هيبقى واحد، لانهم مؤمنين دول الصفوه.
لذلك والإيمان يصدقه العمل. الله يفتح عليك، هو ده العمل بقى بتاعنا. لذلك الواحد إيمانه مش هيكمل إلا لما الجوارح تتحرك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يرضى عليك. لذلك احنا قلنا في أول اللقاء الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. عاوز ربنا عز وجل يرضى عليك، ارضى عن عباد الله. وهترضى عن عباد الله بدون ما تتحرك تكاوم؟ لا. والنبي قال لنا الجزاء من جنس العمل. فشوف الأحاديث كده، واللي يركز بقى مع القرآن ومع حديث النبي هيلاقي الدنيا ماشية كده على طول. من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الله. قصادها الناحية التانية كده، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله يفتح على كده بقى. قيسي بقى، الدنيا ماشية كده، القرآن ماشي كده، هتعمل من جنس العمل. هي معادلة، السبب يودي للنتيجة على طول بتاعتك. هتسقي ستسقى، وهتسقى بمر ولا هتسقى بحاجة عسل؟ لا، من رحيق المختوم. من رحيق المختوم، حاجة جميلة الله. جدا. الناس اللي اخواننا في البيوت دول، بالمناسبة اقول لحضرتك حاجة، في حاجة مهمة جدا. الناس كلها الوقت بفضل الله عز وجل والجمهور نبض الحياة بقى بفضل الله شريحة كبيرة جدا جدا جدا، لان لها حملات كتيرة قوي وانجازاتها كتير. والناس بتشوف بعنيها فعلا زي ما حضرتك بتقول على ارض الواقع الانجازات اللي بتحصل بفضل المتقين المحسنين. دايما بقول ان نبض الحياه مش اشخاص، نبض الحياه حضراتكم. الله يفتح عليك. كل اخواتنا المتبرعين المتصدقين هم نبض الحياه، هم مؤسسين نبض الحياه، هم جمهور نبض الحياه، هم سفراء نبض الحياه. الله يفتح عليك. احنا عندنا هنا دايما اي عمل بنوثقه، احنا كنا بنفتتح امبارح انا والدكتور العكرشي 49 وصله في مركز اطفيح في قريه، ما شاء الله. في قريه في مركز اطفيح، ورحنا قريه جنبها تاني القباب. كل وصله عدينا عليها الحديده وعلى اسم الثلاثه او الاثنين او الاربعه المتبرعين بالوصله دي. يا سبحان الله. ففرحت جدا. يعني في وصلات في اربعه بيتكتبوا بيتناقش على الحديده. ففرحت جدا، قلت الحمد لله. ان ما حدش يستصغر او يستكتر، يقول مثلا انا ما عنديش قيمه وصله كامله. اتبرع بجزء واسمك هيتكتب. ايوه. زيك زي واحد متبرع بوصله يعني. والحقيقه هو مش الهدف ان اسامينا تتكتب، ده بس لاثبات مصداقيه نبض الحياه، ان الوصله دي بتاعت حضرتك، وان احنا مش بنصور وصله للكل. الله. كل واحد بوصلته. لكن الحقيقه انت اسمك بيتكتب فوق. نعم. عند رب العالمين، ويعني لان ربنا هو اللي اختارك انك يفتح. يعني وحنن قلبك ولين قلبك على عباده، فربنا يحنن قلوبنا جميعا على بعض. يا رب. المحطه دي بقى معلاش اسماء، بس اقول لحضرتك حاجه، عليها يفط مكتوب الا بريك الله. استنى بقى. ايوه. لا انا هقول. هي المحطه دي العظيمه الجميله حبيبه ربنا اللي عملتها لوحدها. وقالت انا هتكفل تقريبا في حدود 200,000 يمكن اكتر كمان، ربع. انا لوحدي هتكفل بالمحطه، ورفضت ذكر اسمها. بس انا الحقيقه اصريت ان انا اعرف اسمها. ومش هقول اسمها كامل، انا هقول اسمها بس يعني علشان كلنا ندعي لها، ندعي لإيمان. إيمان ربنا يجعلنا من بركاتك، وربنا يزيدك من نعيمه ويخلفك خير، وتضلي دايما تتصدقي وتتبرعي. والحقيقة إيمان ده مش بإرادتك، هو ربنا شاور عليك. الله. ربنا اختارك. فرب يجعلنا من المختارين من الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب. يا سلام. وانت بتتكلم الوقت فتحت عليها بحديث، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. الله. يا رب استعملنا يا رب. اللهم امين يا رب. يا سلام، جميل قوي الحديث ده، جميل قوي. سبحان الله. في روايه ثانيه اجمل في المعنى. اذا اراد الله بعبد خيرا، يعني ربنا يريد بك خير. عارف يعني ايه ان ربنا يريد بك خير؟ يا لهوي، جميله جدا. يعني النبي قال لك يعني قد انت حبيب ربنا، حبيب ربنا، ربنا يريد بك خير. يعني مش شطاره منك. لا لا لا، ولا حاجه ابدا، ولا حاجه في الحياه شطاره. يا رب يا رب. هو بس الشر اللي من اللي بنشطر فيه، لكن الخير كله من عند ربنا، عند الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. النبي قال عسله، يعسله يا رب. عشان كده العلماء يقول لك قول يا رب عسلني. اللهم امين. عسلني عن ربنا يريد بك الخير ويستعملك. احنا وكل اللي بيسمعونا يا رب. اللهم امين. وكل الناس الطيبين اللي لهم فيها رحمه يا رب. وزي ما قلت لكم انا في ثانيه كده كنت حكيت اكتر من مره عن الحاجه ام محمود. نعم. الله يرحمها ويحسن اليها، توفاها الله. دي ستة كبيرة كده، وكانت يعني بتساعد الحاجة في حاجات او بتاعه كده. فالحاجة في مرة نازلة تعمل حاجة معينة، الحاجة والدتك. فراحت ام محمود طلعت من جيبها 2 جنيه. يا سلام. وقالت للحاجة انا، فقالت لها يا ام محمود ما تكيش دعوة، بس انت، قالت لها لا اشمعنى، انا دول اللي اقدر عليهم.
والاتنين جنيه دول عند ام محمود انا عارفه قيمتهم ايه. طبعا قيمه كبيره. طبعا يمكن الناس تستصغرهم ويقولوا هو في حاجه اسمها 2 جنيه؟ لا، 2 جنيه دول عند ام محمود يعني قيمه عظيمه جدا، لان انا كمان بتربي ايتام يعني. فهي في الجنه ونعيمها الحاجه ام محمود، كلنا نترحم عليها يا رب. اللهم فما استصغرتش انها تعمل حاجه لله ب 2 جنيه. طب انا اقول لك موقف اشد من بس ده. بس فاضل دي يعني خلاص. انا والدكتور مصطفى العكريشي لما كنا بنفتتح 49 وصله في مركز اطفيح، والله العظيم واحنا مخلصين وخارجين بيت بسيط جدا ومتواضع جدا والله العظيم بالخوص، لان طفل صغير والله العظيم في الثانيه ابتدائي جاي يدي للدكتور مصطفى العكريشي وانا بقول له خده 5 جنيه حطها في نبض الحياه. فبقول له جايبها منين يا عسل؟ قال لي انا محوشها والله العظيم يا حبيبي. وال 5 جنيه دول بالنسبه له والله ثروه. ثروه. فعايز اقول لحضرتك حاجه، اللي بيتجه ناحيه الخير دول لا ليه دعوه بسن ولا ليه دعوه بغنى ولا ليه دعوه بفقر. ربك بيشاور يا رب. يا رب بيشاور علينا. عشان كده بنقول يا رب استعملنا في نهايه الحلقه دي. اللهم ولا تستبدلنا. اللهم يا رب. اللهم امين. 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسه نبض الحياه بسعر المكالمه العاديه. انا بشكر حضرتك، شرفتني وانستني. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم. بمنتهى الالحاح هنفضل نتكلم عن العمل الخيري العظيم، مستشفى 700 للجهاز الهضمي والكبد ببلطيم. دايما بقول ان كلنا ذنوب، لكن اللي ان شاء الله هيغفر ذنوبنا الححنا على عمل الطاعات. عايزه اسال ضيفي العظيم يعني الدكتور الفاضل دكتورنا ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. شرفتنا وقلتنا يا فندم. حضرتك اختي الغاليه الله يبارك في عمرك يا رب. عايز اسال حضرتك سؤال، واعتقد السؤال ده كده بيدور في ذهن كل الناس امثالي اللي هي يعني ما عندناش علم حضراتكم. المرض ابتلاء. اكيد. هل المرض غضب من ربنا على عبده؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. تحيات لحضرتك ولمشاهديك الكرام في كل مكان. هل المرض غضب؟ بكل تأكيد لا. ليه؟ لأن النبي تعرض للمرض، لأن أيوب عليه السلام وهو نبي تعرض للمرض. ما من نبي إلا وصار عليه ما يصير على كل الناس. بكل تأكيد المرض ما هو إلا ابتلاء من العلي الأعلى وهو الله جل في علا. ولذلك الله يريد لنا درجة معينة. إذا أحب الله عبدا، أحب فلان من الناس، عمل فلان من الناس لا يسارع به لكي يصل إلى الدرجة التي أرادها الله له. فالله تعالى عند ذلك يريد رفع الأجر لأنه هو العدل، فيبتدي عملية الابتداء. الابتلاء هنا بيبقى للتمحيص، والابتلاء دلالة على محبة الله للعبد عكس ما يتوهم الناس. لأن ربنا بيقول إيه؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن هنا نجد أنه ابتلاء المقصود بإيه؟ صبر المريض ده نمبر ون. تكاتف من هم حول المريض. ولذلك لما نجد زي ما الإعلان كده اللي بدأنا بيه، بلطيم بلد بسيطة جدا، أهلها قرروا بكل أريحية وبرضا إن هم يقولوا لكل مريض في مصر إحنا معاك، إحنا في ظهرك، إحنا سندك، ويبدأوا ياخدوا من قوت أولادهم ويقولوا ما تيجي نخصص قطعة الأرض دي ونبني مبنى لا يوجد له مثيل في وجه بحري. كل وجه بحري مفيش مبنى لا بالجمال ولا بالعظمة ولا بالروعة اللي قدرت بلطيم تقدمه للشعب المصري كمستشفى الكبد والجهاز الهضمي. ونيجي بعد كده نجد ان احنا امام كل التخصصات المختلفة، وبنحاول من خلال حضرتك نقول لكل من يرانا اننا جميعا شركاء للوصول لكي نصل بالمريض الى حالة من الصحة والعافية. وكلنا عارفين يعني ايه ألم، ويعني ايه وجع، ويعني ايه تعب. ولذلك دايما بقول لكل من يرانا في مصر، خارج مصر، الجاليات اللي شغالة برة وبتشوفنا، الدال على الخير كفاعله. لو واحد بس قاعد دلوقتي في بيته بيتفرج علينا جوه مصر او برة مصر، فكرة انت في مؤسسة معينة، اطرح فكرتك على زملائك قول لهم ما تيجوا نتكاتف واتفقوا على مبلغ بسيط، يلا نبعته على حساب 700 علشان تخرج هذه المستشفى الى حيز الواقع ونبدأ نعالج ونرفع الألم ونخفف الوجع على المصريين جميعا.
في كلام حضرتك قلت جملة، قلت إن المستشفى هي فعلا في بلطيم لكن بتخدم منطقة بحري كلها، كلها وعلى أعلى مستوى، على أعلى مستوى لا يتخيله يعني أي بني آدم لو يشاف اللي بيتعمل في المبنى من جمال وروعة وكل التخصصات. معنا الدكتور جمال شيحة، وهو من هو اسم معروف طبعاً على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس، عالم قدير. ودكتور عمرو حلمي كمان وزير الصحة الأسبق حلمي كان شرفنا هنا الحقيقة ودعم طبعاً بكل شدة، وقال لي حتى حضرته كان معنا وقال أنا بتمنى المستشفى يتم إنجازها، وقلت لهم اعملوا لي غرفة فوق السطوح وأنا حأقيم هنا علمي كله في خدمة المرضى ولله بلا أدنى مقابل. ومن لمن لا يعلم احنا بنتكلم عن وزير صحة مصر السابق، يعني اهو لأنه إيمانه بأهمية المشروع خلاه يقول أنا ممكن يعني أقضي ما تبقى من العمر وأنا في خدمة الناس. والله قلب لسانه الكلام ده، يعني احنا مش بننقل عنه، لا هو كان بالزبط معانا هنا في البرنامج. وخلينا نقول حاجة مهمة جدا بقى، بنقول ليه احنا دلوقتي بنحفز؟ أتمنى على الله وعلى كل من يرانا أن رمضان يبقى فرصة أننا نقدر نفتح العيادات الخارجية يا رب. ولو كل ما تقولش بقى أنا ما معيش ملايين، لا أنا بنقول للبسطاء وبنقول لرجال الأعمال وبنقول للجميع يعني نوايا بتسند الزير. طيب زي ما بيقول يعني بعد إذن مولانا بقول برضو الأرقام التليفونات أهي نصورها بالموبايل بعد إذن حضراتكم، والمبنى العظيم والصرح ده تم تشييد هذا الجزء منه أو تم إنجازه بواسطة زي ما شفنا في الـ في الـ في الـ في الأغنية اللي سلمى غنتها، أطفال كانوا بيتبرعوا بجنيه وباتنين جنيه وبخمسة جنيه، بس الزمن كان ست سنين تقريبا اللي تم فيه الإنجاز. فيا رب مولانا بيدعوكم إن يا رب نقدر على رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين على الأقل نفتح حتى عيادات خارجية كده يعني نبتدي بيها، والمطلوب يا مولانا اعتقد كتير مش قليل. المطلوب كتير واكبر من طاقة بلطيم لوحدها، لان دي مستشفى تكاد في نظري تكون مستشفى دولي كبير. أيوة. فالموضوع محتاج كلنا نبقى ايد واحدة، ومش وجه بحري، هو لو واحد من الصعيد جاي يتعالج ولقى انه كده هيرحب بيه. طبعا. وهي مستشفى غير هادفة للربح، يعني أيوة احنا مش بنعملها علشان نجيب فلوس. لا. ولكن هي مستشفى هتحتاج الى مد يد العون والمساعدة حتى وهي شغالة، لأن المريض بنستلمه لا بيتقال له معاك كام ولا هات كام ولا كده، يدخل يتعالج ويتشال على العين وعلى الراس. وجمعية إيثار بها أناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنا رحت بلطيم وشفت وعشت في وسطهم والتقيت بيهم ناس بسطاء من أهلنا، لا هم رجال أعمال ولا هم ناس تقال في ماديا، ولكن ناس بسطاء قرروا أن ده يبقى حلم حياتهم اللي بيقدموه للمصريين. تخيلي لما جمعية بسيطة ما بقالهاش إلا سنوات بسيطة يبقى ده إنجازها، يبقى ده إنجازها. يعني المبنى ده عملوه في ست سنوات وعملوه في ست سنوات وتأخروا لأن هم ما كانش لهم لسان يوصلهم للإعلام. لما وصلوا لنا وكلنا بنتبنى أنا وحضرتك والدكتور عمرو حلمي وكل حد بيحب مصر وبيحب الوطن، وهي دعوة برضو لكل المشاهير، أنا بوجه دعوة تاني وتالت وعاشر للفنانين إن هم يزوروا المستشفى ويعملوا رسالة معانا. بوجه دعوة لنجوم كرة القدم المشهورين، وعندي ثلاثة أربعة من بلطيم من كفر الشيخ، اللي انتوا فين يا جماعة محتاجينكم معانا، تقولوا يلا علشان نقدر نقدم ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. بلطيم بتقدم نموذج، جمعية الإيثار بتقدم نموذج، برغم ضيق ذات اليد إلا إن هم نجحوا في إن هي تبقى مستشفى على أرقى موقع في وجه بحري، يعني هي على البحيرة لمن يشاهد كده حالة جمالية يعني منقطعة النظير. يلا تعالوا بينا جميعا، اللي معاه 50 جنيه اهلا بيه، الست اللي قاعده في بيتها فين الناس اللي معاه 5 جنيه حتى فين رجال الاعمال العظام المحترمين الحقيقه ما بيبخلوش، يعني ارجوكم في مستشفى خيري للغلابه محتاجلنا، يعني دول ناس غير هادفين للربح، ناس اللي معاهم حطوه يعني وما لجأوش للاعلام غير فعلا لما لقوا المساله مطولة قوي. وخلي بالك في حاجة مهمة كمان، أنا بيقابلني ناس ما كانتش عارفة تودي فلوس الزكاة فين، يعني دايما يقول لي أنا نفسي ألاقي مكان محتاج
انا بقول اهو لكل من يرانا رمضان. حساب البنك الاهلي برضو قدامنا اهو، نصوره اي وقت. يعني الخطوه اللي هتخطيها من بيتك، يعني لو مشوار اتعب نفسك هتاخد عليه ثواب. الحساب رقمه اهو، ورمضان قرب، كل سنه وانتم طيبين، يعني نعمل خير بقى، نزود شويه. اتمنى ان رمضان يبقى فرصه اننا نفتح المستشفى السنه دي يا رب، تاني وتالت، مش هنيأس. رمضان يا جماعه ايام خير، ايام بركه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وهو شهر يزاد فيه من رزق المؤمن، وسيدنا النبي كمان يقول ما نقص مال من صدقه. تعالوا بينا نحط ايدنا في ايدين بعض، كل اللي بيشوفنا من ابسط مبلغ، من 5، من 10 جنيه، حد في مؤسسه، في بنك، موظف. انا اعرف شباب زي الورد بيقول دايما يتجمعوا مع بعض يقولوا ايه، تيجوا نجوز فلانه اليتيمه، تيجوا نعمل كذا. انا بقول لكل شبابنا الجميل الراقي تعالوا بينا، انا بوجه الدعوه لو حد شايفنا، نستغل ايام وليالي شهر رمضان وشهر شعبان والايام المباركه دي، ونقول يلا يا جماعه بينا نقدم لمستشفى بلطيم يد العون والمساعده، علشان نقدر نخرج لحيز الواقع، نبتدي بالعيادات الخارجيه، بعد كده الاجهزه عندنا التشطيبات الداخليه 184 حجره عندنا مساحه. الاسعار يا جماعه زادت جدا تدور. في كل المكونات او مدخلات العمليه دي او التشطيب ده، فيعني كل ما ننجز وكل ما يبقى بدري كل ما يكون احسن. ده احنا عدينا بالمبنى ده، يعني المبنى ده لو هنعمله دلوقتي ولا 30-40 مليون، يعني هنعدي بكتير، يعني هيكلف عشرات الاضعاف. صح. فده برضو من رضا ربنا على اهل بلطيم وعلى مصر، زي ما مصر بنت الدولة أو الجمهورية الجديدة، إحنا بلطيم قالت إحنا الجمهورية الجديدة لا يليق بها إلا المبنى ده، إن إحنا ندخل بالشكل ده. وبعدين عايزة أأكد إن الدولة ساهمت الحقيقة بشيء عظيم وهو الأرض. الأرض. يعني الدولة إدت الأرض لجمعية إيثار علشان يبنوا عليها المستشفى. فكتر خير ربنا، كان ممكن الدولة مثلا تبيعها المستثمر لحد يعمل فندق، لكن هي برضو ايد بايد مع مؤسسات المجتمع المدني، ولما بيشوفوا ان في ناس جادين وبالبرهان الحقيقة الدولة ما بتبخلش، بس احنا كمان نساعد، لان هنستنى هنقف في طابور طويل، لكن احنا ايدينا بايد بعض، والمصريين قدروا يجمعوا يا مولانا 40 مليون جنيه في يوم لطفلة أنا مش فاكرة اسمها، بس كانت محتاجة الحقنة. الحقنة الغالية دي. 40 مليون في يوم. فيعني لو ال 40 مليون دول جمعناهم في أسبوع هنبقى في يعني المستشفى إن شاء الله السنة دي احنا صرفنا حوالي 60 مليون لغاية دلوقتي، يعني المستشفى اتكلفت لغاية ما هي واقفة كده بالشكل ده 60 مليون. محتاجين. طب ده انا قللت ما بفهمش انا في الاسعار. محتاجين. لا المستشفى اتكلفت 60 مليون لغايه النهارده. ما شاء الله. فيها 6 اوض عمليات كبرى، العمليات الكبرى. بنقول يا جماعه تاني وتالت، بعض الاقاليم المريض على ما يجي نيجي بيه للقاهره بيفارق الدنيا، يعني طب انت لما بتدفع ال 10 جنيه دي بتاخد اجر ايه؟ ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يعني انت هنا ما تقولش بقى ده انا مبلغي بسيط، انا مثلا مدرس في مدرسه انا وزمايلي يعني هلم كام؟ لا يا حبيبي، انت اي مبلغ بسيط بيتحط في بند الصدقه الجاريه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا انه ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني انت بالصدقه بتامن على نفسك وبتامن على اهل بيتك من الموتى غير المرغوبه. اسال الله سبحانه وتعالى ان هو يبارك لمصر ولشعب مصر ولجيش مصر ولكل مواطن من اهل مصر، واننا نكمل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي على ارض بلطيم في رمضان، ونبقى قدمنا نموذج من خلال بلطيم مشرف للدوله المصريه وللعالم اجمع، وصوره حسنه للاسلام والمسلمين وعن المسيحيه كمان، لانها ما بتفرقش من مسلم ولا مسيحي، كلنا امام الله عبد محتاج لعفو ربنا ومغفره ربنا وصفح ربنا، ما احوجنا الى ان نبادر وان ندعم اهلنا في بلطيم وان نقدم المستشفى، علشان ان شاء الله في اقرب فرصه نقدر نفتح العيادات الخارجيه. طيب انا كنت سأل حضرتك في الاول، هل المرض ده بيبقى غضب من ربنا؟ قلت لي لا، انه اختبار. طيب هل احنا دلوقتي بعرضنا لهذا الموضوع او لاعلامنا لاخواتنا اللي بيتفرجوا علينا بهذا الموضوع، هل ده ممكن يكون اختبار ليهم هيمشوا في طاعه الله ويتصدقوا باللي يقدروا عليه للمستشفى،
ولا ده ممكن اتفرج كده واطنش واقول انا مش واخد بالي؟ خلي بالك ظهوري انا وحضرتك على الهوا هنا، انا اقدر اتذكر الايه اللي ربنا بيقول فيها لو حد شايع قاعد في بيته دلوقتي، ست بتعمل اكل، حد قاعد بيتغدى بياكل بيعمل بيذاكر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، في استدراج للخير وفي استدراج للشر. فانا هنا باخد بايدك للطاعه. سيدنا النبي قال الدين النصيحه، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فاحنا زي ما قلنا بنطبق الحديث صح. نقدر نساهم، بنساهم بمالنا. طب ايه تاني غير المال؟ الدال على الخير كفاعله. الحديث ده له فلسفه حلوه قوي. فلسفه الحديث انت لو ما معكش تقدر تستخدم دماغك علشان انك انت تشجع غيرك على انه يصل بالصدقه الى هذا المكان المبارك ان شاء الله، العامر بالصدقات، العامر بالمخلصين من ابناء بلطيم ومن ابناء الشعب المصري. اتمنى كلنا نذكر نفسنا بحساب 700 700 كي نقدم لمصر هذا الصرح الطبي العظيم بشهادة أعظم رواد الطب في العالم العربي. أنا بشكر حضرتك جدا، شكر شرفتنا وأنستنا، وربنا يعني يا رب يحميك، يجعله في ميزان حسناتك. أمين. دعوتك جميعاً للخير والطاعة. أمين يا رب. ويا رب كده نمشي ورا حضرتك. أمين. في دعوتك يا الطيبة يا رب جميعا. ربنا دلنا على الطريق، بلاش نتلكع. للأسف الفقرة خلصت والحلقة كمان خلصت. استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم.